والآن مع أخبار الأحوال الجوية. آية كفوري معها أخبار الطقس، إليك آية. شكرا لكم، والآن محليا وعالميا نتابع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأربعاء طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلون على جنوب سيناء ومائل للبرودة على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة مشاهدين على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 15 الصغرى 7 الإسكندرية 15 10 مطروح 15-9 وبورسعيد 16-9 والإسماعيلية 17-8. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 17 الصغرى 7 العريش 17-9 طابة 13-10 وشرم الشيخ 19-12 والغردقة العظمى 20 والصغرى 12. أيضا الأقصر العظمى 17 والصغرى 7 أسوان 17-7 الوادي الجديد 17-2 وشلاتين 23-10 وأخيرا حلايب العظمى 20 والصغرى 11. أما مشاهدينا عن درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية نتابعها الآن.